عندما توفي راح دور على أصحاب أبيه وجلس يبرهم، طلع كده 100 ريال ما نقص ماله من صدقة. قال دي بس أنا بطلعها كل شهر لوجه الله، أتفقد بها مين؟ أقارب مين؟ أصحاب مين؟ أبي. أبعثها الإنسان أمين، أقول له دي تديها لفلان وفلان 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 من الأقارب ومن إيش؟ ومن الأصحاب. إن هذا كان ودا لمن؟ كان ودا لعمر، وإني سمعت النبي يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه بعد أن يولي. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشفاء خبر إصابة عياض رحمه الله، الصفاغة في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر، كذلك نكفر من ذهب مذهب ونكفر من ذهب مذهب بعض القدماء لأن كل جنس من الحيوان نذير أو نذيا يضع الخنازير والدواب والدود، يحتج بقوله تعالى إن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيء بما فيه من هذا المنصب. أيوة نعم، يعني الآن من يأتي ربنا عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قلنا أمة في القرآن ذكرت 47 مرة، وخلاصة هذه 47 مرة على 4 معاني لا خامس لها. المعنى الأول كما في هذه الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي الجماعة من الناس. المعنى الثاني في سورة يوسف والذكر بعد أمة، يعني بعد وقت وفترة من الزمن. المعنى الثالث في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة. المعنى الرابع في الزخرف إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، والآية اللي بعدها إن على آثارهم مقتدون. فهذه أمة هنا بمعنى ملة. فهذه 4 معاني للأمة التي ذكرت 47 مرة في القرآن لا خامسة لها. فيأتي بعض الناس الآن يتهكم ويسخر فيقول مثلا يعني أمة الخنازير رسولها كذا، على اعتبار أن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، خلاص يبقى هذه أمة الخنازير فيها رسول طلع، وأمة الكلاب كمان طلع لهم رسول إلى غير ذلك. فقالوا هؤلاء هذا الذي يقول هذا يكفر والعياذ بالله، لأن إذا كان من هذه الأمم يرسل فيها فأكيد أنه سيوصف بالصفات التي تتناسب مع هذه الأمة. الإنسان لو قال له فلان حاشاكم وعافاكم يا أخي نذير لن يقبل، فما بالك أن يوصف هذا في أنبياء الله تبارك وتعالى في هذا المنصب المنيف، ومنصب إيش؟ وهو منصب النبوة. والله عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولذلك هذا يدخل في المناهج اللفظية أيها الكرام الفضلاء. بعض الناس حقيقة، وهذا يكثر فينا جميعا، تلقى أحد الناس يقول لك أمانة بلغ سلامي لفلان، والثاني يقول لك أمانة فلان قال لك كذا وكذا. هذا شرك أصغر، ليس منا من حلف بالأمانة. وهذه كلمة دارجة على كثير من ألسنة إيش؟ من ألسنة الناس. أيضا بعض الناس يعني مثلا تجد يقول لك وراس أبوي وراس جدي وراس فلان، وهذا أيضا يدخل في الشرك الأصغر، هو الحلف والإقسام بغير الله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. من أمتع الكتب التي صنفت في ذلك كتاب المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، هذا كتاب ماتع وكتاب مهم جدا، ينبغي أن لا يخلو منه مكتبة مسلم، المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد. وأيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده أيضا المناهي اللفظية. نعم، مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله، مع إجماع المسلمين على خلاف القائل وتكذيب هذا القول الذي هو قاله. لذلك تجد من يخرج اليوم مثلا فيبيح لك الخمر والعياذ بالله، أو يخرج اليوم مثلا يقول لك الرقاصة دي إذا ماتت دي شهيدة ما طلعت استرزق. فنقول لا تسمع لهؤلاء، لا تضعف إيمانك بالسماع لهؤلاء النكرات أخي المبارك. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال سفيان رحمه الله: إن القلوب ضعيفة وإن الشبه خطافة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني وخلق الإنسان ضعيفة والشبهة تخطف فتجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال: إن الفتن تعرض على القلب عودا عودا كعرض الحصير، مثل ما يكون عندك كده حصير وتقعد ترتب الأعواد فيه وتنسجه حتى يكتمل. الفتن كذلك تعرض، فتنة المال، فتنة الدين، فتنة العرض إلى غير ذلك. فما من قلب لفظها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، وما من قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء. اليوم أربع فتن، بكرة خمس فتن، واتس جاني، دخلت على الفيس، سمعت مقطع لفلان، سواء كان عدنان إبراهيم ولا شحرور ولا زيد من الناس اللي هو الكيال، علي منصور الكيالي، ولا الواد ميزو، طلع لك الواد ميزو راح طلع لك أداك فتوى والتاؤسين أزكمت الأنوف وغبرت الدنيا، وده قاعد بقى ويرسل آه ده كلامه صح، ما قالش حاجة غلط. الله عز وجل ماذا يقول؟ قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك هذا الذي ينشر لك ما حيقول لك قال إبليس، حيقول لك في القرآن الآية موجودة: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فيبقى الأمر أيها الكرام، عندك مشكلة في العظام لن تذهب لطبيب القلب، صحيح؟ هتروح لدكتور متخصص فين؟ في العظام. ولو كمان في العظام جات المشكلة في الأرثرايتز ولا خشونة ولا في ركبتك، هتروح لواحد متخصص فين؟ متخصص في الركب، مش هتروح لواحد متخصص في تخصص غير تخصص، وهكذا تأتي التخصصات الدقيقة. لذلك يبقى ويرجع الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد نعظم أمر الدين يا أخواني، كثير من الناس ما يعظم أمر الدين. إذا جاءت المسألة في الدين كله جالس يدخل على جوجل، يقول لك يا أخي ما احنا نسأل الشيخ جوجل، ده ما هو ممكن يجيبنا علامة كبير، ده علامة فهامة، ويقوم تك رميها في الشيخ جوجل ويطلع الفتوى ويبعث الناس يقولهم شوف أفتاني الموقع الفلاني. لا، كان السلف يسافرون الساعات الطويلة والأيام الطويلة ليسأل عن المسألة الواحدة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سافر من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عريش مصر شهرا كاملا ليسأل عن مسألة في الوضوء في حديث عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. شوف شهر كامل يضرب أكباد الإبل ليسأل عن مسألة. عبد الله أبو إسحاق محمد بن عبد الله بن مندة رحمه الله، المولود سنة 310 متوفى سنة 395، أكبر أهل العلم رحلة في الطلب، طلب العلم 40 سنة ما رجع لديرته، 40 سنة لم يرجع لوطنه، من بلد إلى بلد. هيبة الله بن عساكر صاحب التصنيف الشائقة الرائقة مثل تاريخ دمشق للحافظ هيبة الله بن عساكر، تلميذ الإمام الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، والغريب أن الخطيب البغدادي كان عقيما لم ينجب، لكنه أنجب الكتب، أنجب الكتب، سبحان الله، شوف النعمة العظيمة تشهد له عند الله عز وجل. هيبة الله بن عساكر رحمه الله خرج في إحدى رحلاته 5 سنين ثم ألف كتاب 40 حديثا عن 40 شيخا عن 40 صحابيا عن في 40 بلدا، سماه 40 البلدانية، راح مصر، دمشق، المدينة، الكوفة، البصرة، مكة، الري، خراسان، نيسابور، 40 مدينة. هذه الرحلة استمرت كم؟ 5 سنوات. ابن منده فضيلتك اللي هو قاعد 40 سنة في طلب العلم، هذا 5 سنوات ليؤلف لنا كتاب ماتع جدا اسمه 40 البلدانية، المختصر له المعنى المطول، 40 حديثا عن 40 شيخا عن 40 صحابي في 40 بلدا في 40 موضوعا. هذه هي إخوان هذه. ولذلك أنا أنصحكم يا فضلاء، فترحنا في مقتبل العمر الحمد لله رب العالمين، لابد نجعل لنا وقت نقرأ في سير الأكابر هذول. في كتاب جميل اسمه سير أعلام النبلاء، كل يوم كده أقرأ لك واحد من هؤلاء النبلاء الطيبين، تتعلم منهم ويعمل لك دفعة في اتجاه الحياة، ثم تعلم أن هذا الحياة آخرها مهما طالت بالإنسان فهي فترة إيش؟ محدودة. يقول ابن كثير قيل نقل أثر من الإسرائيليات، قيل لامرأة لما تكلمت: فلبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما،
هذا عمر الدعوة عند نوح، عمر نوح كان 1500 سنة. فقالوا لامرأة من قوم نوح: كيف أنت إذا كنت في قوم عمر من 60 إلى 70؟ قالت: أقضي ذلك في سجدة أو في ركعة. لأن 60 لألف وخمسمية كم النسبة؟ ولا شيء، صح؟ فقالت: هذا يكفيني أن أنا أقضي في ركعة. مثل ما الآن تقول ساعة لأربعة وعشرين إيش؟ لأربعة وعشرين ساعة. نعم. كذلك نكسر ما اعترف من الوصول الصحيحة فيما تقدم وبنوه في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: كان أسود أو مات قبل أن يلتحي، وليس الذي كان يلتحي الرجال أو ليس القرشي، وأن نصحه بغير صفات نفي له وتكذيب به. نعم، يعني الآن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي، هذا الكتاب جمع صفات النبي بما جاء في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن أنه كان ربعة ليس بالطويل البائن والقصير المتردد، وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان أدعج العينين، وكان شثن الكفين، وتكلم عن كل صفات النبي عليه الصلاة والسلام. مثل بعض الناس اتصل بأحد المعبرين يوما قال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف رأيته؟ وقال: كان مسبلا حليقا بدخن. قال له: هذا جنكيز خان مش الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مش النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ إذا جاء لك واحد قال لك: أنا شفت النبي، تقول له: طب ما هي صفاته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن عند في الصحيحين عن ابن عمر: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ودلت الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام له صفات معروفة موجودة في كتب إيش؟ في كتب أهلي، في كتب أهلي. فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان إلى أنصاف الساقين إزاره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربعة، فلا يكون حليقا وما كان ولا مدخن ولا أي شيء، إنما هذا هو الشيطان وليس النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فمن يأتي الآن مثلا ويشكك في تلك الصفات والعياذ بالله، على ما قاله القاضي عياض وأهل العلم قالوا إن هذا أيضا يكفر، ليه؟ لأنه كذب شيئا أخبر النبي به عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه به صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. ولذلك نرجع لنفس المربع الأول أيها الكرام الفضلاء، أن يؤخذ العلم عن إيش؟ عن أن يؤخذ العلم عن أهله دائما، كما أن الإنسان يحرص في كل مهنة وفي كل حرفة أن يأخذها من أصحابها. أتذكر أحد الناس كان يقول لي مثلا: يعني أحسن واحد بيعمل كوارع نعمة. نعمة مين؟ قال لي: في شارع فلسطين. اسمه إيه؟ يعني غلطنا في البخاري. يقول لك واحد كان بيصلي، واحد اي معلش ما واحد كان شوف قيمه غلطنا في البخاري، هذه لها قصه. الإمام البخاري طبعا اصح الكتب بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى، وكتب الله له القبول في كل انحاء الدنيا الا عند سعد الدين الهلالي والواد ميزو والشله دي، تمام؟ دول بعيدين، ما نجدع بهم، الله يهدينا ويهديهم. فالشاهد واحد كان بيصلي بالناس، لحن في القران غلط، فبعد ما خلص قال له: يا شيخ انت غلطت. قال: يعني احنا غلطنا في البخاري. فسبحان الله، وكان يظن ان البخاري ده اعلى من غلطه ايش؟ من غلطه القران. فشوف هذا البخاري عند العامه يعني كيف انهم يبجلونه، سبحان الله. زي الكوارع برضو اللي عند اللي بيحبها، فتلقاه يضرب مشوار لا غروه، يقوم طالع من جده رايح فين مثلا؟ رايح ثول. ليه؟ يقول: احسن ناس بيعملوا سمك في ثول، 100 كيلو عشان تروح ثول تاكل سمك يا رجل، والمسجد جنبك مش عارف تصلي فيه، لا حول ولا قوة. واحد يقول لك: اللهم إني أسألك صلاة الفجر الأقصى. يا ابن المسجد اللي جنبك مش لقيك، تقول المسجد الأقصى؟ أنت ما تصلي جنب المسجد اللي جنبك أول، وبعدين دور على المسجد الأقصى الله يرضى عليك. فتجد أحيانا هذا الانكريدبلز عند بعض الناس، والأشياء العجيبة الغريبة التي تقع فيها كثير من الناس. لماذا؟ لأنهم أخي الحبيب هم بعدوا عن النواحي الشرعية وأخذ العلم عن أهله، وأنت في عالم التواصل كل يوم تهجم عليك عشرات من المقاطع لا تعرف طريقة، فلابد أن تجعل لك شيخا تثق في علمه فتستفيد.